السلام عليكم. بهالحلقة بدي استعرض لكم عدة طرق للتخلص من النمل. النمل من الحشرات النظامية تماما مثل النحل، وما لازم نأذيها أبدا لما تكون بالطبيعة ما عم تأذينا، فهي بتلعب دور في تنظيف البيئة من جثث الحشرات وأمور أخرى. أما إذا كان داخل البيت فساعتها بيطرح مشكلة وبيصير لازم تتخلصوا منه. أول وصفة للتخلص من النمل سهل كتير وموادها متوفرة بسهولة. بيلزمكم كوب من المي، كوب من كحول التعقيم، ونص كوب من سائل الجلي. بتحط المواد ببخاخ وبتخلطهم جيدا وبترشوا مباشرة على النمل على الطريق اللي بيمشوا عليه وحول فوهة المستعمرة. أما ما دخلها فبتفتح غطى البخاخ وبتصبوا الخليط مباشرة داخله. هالشي بيجعل الوكر غير قابل للسكن وبيقضي على أكبر عدد من النمل. مستعمرة النمل ممكن يتواجد فيها 100 ملكة، وطالما انه في ملكة وحدة على قيد الحياة بيضل الوكر نابض بالحياة. الوصفة الثانية هي طعم، بيطلب نص كوب من السكر الناعم ونص كوب من البوراكس، وهو من المكونات اللي بتستخدم في مساحيق الغسيل، متوفر بالصيدليات واحيانا في قسم مواد التنظيف في السوبر ماركت. وتنبيه بخصوص البوراكس، ما لازم يلمس باليد او يستنشق. بتخلط المواد بأداة في وعاء لاستخدام واحد وبترشوها في فوهة الوكر وحولها وعلى طريق النمل. الرش لازم يتم بنعومة وعن قرب بشكل ما تطير المواد في الجو. انتبهوا دايما لما يكون عندكم أطفال أو حيوانات من تعرضهم لهالمواد. ولما بدكم تكنسوا المواد استخدموا مكنسة تقليدية مش شفاط كهربائي. كنسوا بنعومة، حطوا المواد في كيس معزول وارموه في سلة النفايات. الوصفة الثالثة بتتطلب كوب ماء فاتر، نص كوب سكر، 3 ملاعق طاولة من حمض البوريك. بتخلطوهم وبتحطوهم بعدة صحون منخفضة المستوى في الأماكن الاستراتيجية. النمل بيطعمه أصدقائه، ولما يأكل من هالخليط ويروح على المستعمرة يطعم الأصدقاء، حيساهم في قتل أكبر عدد منهم. ودايما انتبهوا لما تتعاملوا مع البوراكس وحمض البوريك مثل ما شرحت سابقا. الوصفة الرابعة تستلزم كوب من المي وملعقة طاولة من الأمونيا. بتحطوهم ببخاخ، بتخلطوا، بترشوا مباشرة على طريق النمل وحول مدخل المستعمرة. الوصفة الخامسة فيكم تعملوها بصيغة رطبة أو جافة. للرطبة بيلزمكم 9 ملاعق شاي شرب ذرة أو القطر اللي بيستخدم للحلويات وملعقة شاي من حمض البوريك. أما الخلطة الجافة فبتتطلب 9 ملاعق شاي من السكر الناعم وملعقة شاي من حمض البوريك. ملاحظة هامة، احترموا المقادير، ما تقولوا انه البوراكس فتاك وتزيدوا كميته. هالوصفة مدروسة، اذا زدتوا كمية البوراكس النمل بينفر وما بيعود ياكل من الخليط. المقادير مدروسة بشكل ياكل النمل السكر بشراهة بدون ما يلاحظ انه مخلوط بالبوراكس. بتحطوا الخليط بصحون مثل الوصفة السابقة. الوصفة السادسة سهلة جدا وآمنة، بتتطلب بودرة أطفال فقط لا غير. بترشوا منها حول فتحة المستعمرة مثل ما شايفين هون، بتعملوا دائرة كثيفة حول الفتحة. بترشوا كمان الطريق اللي بيمشوا عليه النمل. بودرة الأطفال بالنسبة إلنا ناعمة على البشر، أما بالنسبة للنمل فكأنها شفرات حادة، لما يمشوا عليها بتقطع لهم مفاصلهم الموصولة بهاي الكلهم، وهالشي بيؤدي لتسرب الرطوبة من أجسامهم وموتهم. الوصفة السابعة كمان آمنة جدا، بتتطلب كميات متعادلة من النشا والسكر الناعم. لما يأكل النمل النشا حتنتفخ معدتهم بعد تعرضه للرطوبة وتضاعف حجمه، وهالشي بموتهم. الوصفة الثامنة اسمها دوائر الموت، نفس طريقة البودرة بس بمواد أخرى. بتحاوطوا فتحة الوكر بالمواد، وهي بودرة أطفال، حمض البوريك، قرفة ناعمة، معجون أسنان، أي مرهم على روح النعناع، أي منظف في صيغة بودرة. وما بالضرورة تستخدموا كل المواد بنفس الوقت، بتعملوا دوائر من المواد المتوفرة عندكم بالمنزل. الوصفة التاسعة والأخيرة بتطلب كمان ماء، أو بتطلب كوب ماء مغلي.
وملعقتين طاولة فلفل حار، ملعقتين طاولة قرفة. بتخلط المواد وبتصبوها في فوهة المستعمرة، فبتصير غير صالحة للسكن. النملة ما فيها تعيش بمفردها، ضروري تعيش بمستعمرة، والمستعمرة كأنها جسد واحد، وكل نملة هي خلية أو طرف بها الجسد. الملكة هي نملة عملاقة وخصبة في المستعمرة. بعض الملكات ما بتحتاج أنها تتصل بذكر للتكاثر، العملية بتتم إما بطريقة الاستنساخ، وكل النملات اللي بيولدوا بيكونوا إناث، والنملات بيقضوا عمرهم في خدمة الملكة، بيزودوها بالأكل وبيظهروا لها فضلاتها، ولما يكون الغذاء متوفر بكثرة بينمى عن بعض النمل أجنحة، فبيطيروا لمسافة بعيدة في سفرة اسمها رحلة الزفاف، بيلتقوا فيها بذكر وبيجلبوا منه اللقاح على أجنحتهم لتخصيب الملكة. والذكر اللي بيقدم اللقاح بينتقل إلى رحمته تعالى. ومعلومة أخيرة في نهاية هالحلقة بخصوص ملكة النمل، فهي ممكن تعيش مدة 28 سنة، وهالرقم قياسي بالنسبة لأعمار الحشرات الأخرى. بتمنى تكونوا استفدتوا وتثقفتوا. للمزيد اضغطوا على الرابط أدناه أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة واحدة، وما تنسوا تشتركوا. إلى اللقاء.